تطوير السياحة في البتراء كمان اجوا دعمونا 8000 منهم ضفنا إضافة للمخزن الثاني هذا ضفنا إضافة مخزن والأجهزة وفي فرن تجارب ودراير وبعد أعطوا منحة ثانية بقيمة 11000 دولار اللي من ضمنهم مندوب مبيعات وأحنا شغالين عندنا هسه 7 بنات. مشروع السياحة كان في 3 دورات، واحدة من الدورات كان جاء مدرب لهون، مدرب من عمان متخصص في الخزف، هذا أعطى البنات فترة 45 يوم دربهم هون اللي هو صار تطوير العمل في سيفساء زي ما زي هيك اللي هو عن طريق مدرب هاي المدرب اللي اجى من عمان برضو علمهم على الدولاب كيف اذا بدي واحدة تشتغل على قطعة كبيرة، يعني هن كان النبطي هو كله قطعة صغيرة، فموضوع مثلا تعمل جرة كبيرة او كذا. كنا اول بس لما مع الصندوق دي بس فخار اكثر شيء نقول فخار النبات، اما الشغلات الجديده والكبير كنا كل شغله صغير نشتغل، بس هسه كل يعني صرنا نشتغل شغلات اكبر زي شغلات الطناجر والصحون اللي للاستعمال بعد الدورات اللي اخذناها صرنا نشتغل. شغلات جديدة بعدين صرنا أسرع بالإنتاج، قبل أول كنا نعمل يعني من 20 ل 25 باليوم، هسه لا يعني من معك من 50 ل 60 قطعة، فيعني الواحد إيده صارت تأخذ على الشغل أكثر من أول. مع سياحة كيف عملية التعليم فيها، كمان اخذنا دوره بشو اسمه المهم بك عن كلفه القطع. اول ما يعني كنا نشتغل مثلا نجيب دينارين او 3 كثير مبسوطين، بس قديش السعر الحقيقي اهمنا يعني زي هاي مثلا القطعه شو تكلفتها من المي مثلا من الكهرباء العامل اللي عملتها تجهيزها كمواد خام مثلا، يعني كل شيء تعلمناه يعني قديش تكلفتها بالضبط يعني. بعد ما الدورة اللي عقدونا اياها سياحة بالموفن بيك كان في منا اخذنا عينات كنا عارضينها بالموفن بيك، فاجى المدير فشاف الشغل فاستغرب انه الشغل هون بالطيبه واحنا قريبين وكذا زي كذا، فبعدها باسبوع بعث الشيف لعندنا هون طلب طلبيات في بنات 4 متدربات كويس، احنا كنا نعطيهم 50 دينار في الشهر شايفين ما نشوف هل اعتبار من الشهر اللي فات راتبهم 100 دينار. في ناس بتشتغل بهذا الشغل، قلنا انتم تعالوا على المحل مثلا وشوفوا الشغل، فلما اجوا وشافوا الشغل انبسطوا فيه واخذوا من عندنا الدولار ولسه بدهم يجوا ياخذوا. بس